تكوني جاهزة على الساعة 9، رح أمر وآخدك نتعشى سوا. بعدك ناطرة؟ بعد معك ساعة لحتى تجهزي، ما فيني انطر انا وهتأخر علي. يعني بفهم منك انه انت قررت وانا ما إلي رأي بالموضوع. لا إليك رأي، كيف ما إليك رأي؟ اكيد إليك رأي. انت بتنقي المطعم اللي بدنا نتعشى فيه. يلا تصبحي على خير. حلو الحب لكريم. انت قد صار لك معنا بالعيره؟ من وقت ما تاسس القصر. زمان، انت من مؤسسين هذا المنزل. الله يرحم بيك. ايه الله يرحمه، ترى عمود من اعمده هالبيت انت. تسلم كلك زو. انا اقول يا زلمه، معقول اهلي جايبين مهندس ما بيفهم؟ بداخل عندهم كم عمود؟ هودي واحد اثنين، هذا شو؟ ثلاثه اربع. انا عم بقول لك ثلاثه، بتقول لي اربعه ولكريم؟ لا ثلاثه 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 بس. وانت عمود من اعمده هذا المنزل؟ تسلم. يعني انت الرابع اللي وقفوني؟ عم تفرج علي؟ نعم. شو؟ صرنا عم نجي قبل الوقت كمان؟ شو بيك؟ شي بس مشتاق لي حبيبي. ما عبالي ضهر اليوم، فينا نقعد عندي؟ أكيد فينا نقعد عندي، أصلا بعد ما خلصت لبس. يلا فوت. ألو؟ عم تفكري فيي مثل ما عم فكر فيكي؟ عم بشتغل. وأنا كمان عم بشتغل، بس عم فكر فيكي كل الوقت. على فكرة عم بشتغل على إعلانك، يعني مجبورة أفكر فيك. طيب نتغدى سوا اليوم؟ مش على أساس رح نتعشى سوا؟ مش قادر أنطر العشية، قلي شو بدي أعمل بس. اللي فيك تعمله إنك تحمل حالك وتجي تاخذني من الشركة. اتفقنا، يلا مشوار الطريق يكون عندي. يلا نترتك، باي. يا عيني على الحب، لك حتى نبرة الصوت بغيرها. أول مرة التقينا فيها هون كنت كتير لقيني معي. كنت خايفة، عم بحمي حالي. مني أنا؟ أنا مش منك، من كل الناس. بعدين ما تنسى، ما كنت بعرفك وقتها. وهلأ صرتي تعرفيني. بعدك خايفة؟ صراحة مرات بفكر فيها وبحس ايه بخاف، يمكن لأنه اللي مرقت فيه مع خطيب القديم عن جد كسرني. شكلك حبيتي كتير. بليز بلا ما نحكي عنه. لا بدي أعرف، جاوبيني، حبيتي كتير؟ ايه حبيته كتير، حبيته لدرجة إنه ما كنت شوف أخطائه. هلا بس فكر مرات بقول يعني كيف ما حسيت؟ يعني مرات في تفاصيل صغيرة عن جد بتكون هي صغيرة بس تعني قصص كتيرة. هيدي عين المحب ما بتشوف منيح. ما بتشوف أبدا، عمية بالمرة. بعدك بتحسي له بشي؟ على فكرة السكوت عن هيك سؤال مش حلو. أنا سكتت لأنه صار لي زمان ما سألت حالي هيدا السؤال، يمكن من أول ما تعرفت عليك. شو يعني؟ أنت لازم تعرف شو يعني. يمكن بعرف، بس عبالي اسمع منك.
حلقات صعبة تقوليها؟ كلها كلمة أربع حروف بحبها بشربي قوليها. أنا بساعدي بح بحبك. وبما أنه رجعت تأمني بالحب صار فيك تقبل مني هالعقد. كنت ناطر اسمع منك هالكلمة تلبسك هي. كتير حلو. حلو لا جنة. ما هيك